طيب خلينا في السريع كده ايه نقول المباريات المهمه النهارده عشان نروح لفاصل، وبعد الفاصل بقى نرجع نتكلم بتفاصيل كتير جدا في مباراه الامس. النهارده في بعض المباريات المهمه في اليورو، في ماتشين بس في توقيت واحد الساعه 6، مباراه سويسرا وتركيا وايطاليا مع ويلز، وخلاص يعني جوله الحسم الجوله الثالثه في كل المجاميع اكيد عشان نشوف مين اللي هيتاهل للدور المقبل من اليورو. كمان في كوبا امريكا في مباراتين، مباراه هتكون الساعه 11 بالليل ما بين فنزويلا والاكوادور، ومباراه الساعه 2 صباحا ما بين كولومبيا وبيرو. اما في كاس الكونفدراليه الافريقيه، القطن الكاميروني هيقابل شبيبه القبائل في ذهاب دور نصف النهائي من بطوله الكونفدراليه، دي مباراه هتكون في تمام الساعه 6 مساء. اما مباراه الساعه 9 هتكون ما بين بيراميدز والرجاء، ومباراه مهمه والواحد هيبقى حابب يتفرج على المباراه دي لاسباب عديده، فمباريات كلها مهمه واكيد صعبه بكل التاكيد ومثيره كمان.